انت كده حليت الكويز ده تمام جدا، بس انا هوضح اخر اتنين دول اللي هم فايند ذا اريا ده او اكسبريشن اوف اريا. يعني ممكن نخلي التايتل بتاعنا ايه؟ انا قاعد اشوف بس كنت مصور او مصور. ركز عشان اديك عليهم مسائل تعملها. أهو هقول اكسرسايز ان اريا اند بيرفكت on expressions of area and depth. هو طالب الاريا، هيخليك انت تجيب البرينتر كمان. بس هعمل المساله الثانيه اهي. بس هو عامل لي كده المساله الاولى، انا هجيبهم لك ريكتانجل ريكتانجل عشان تحس الموضوع سهل. ده الريكتانجل الاولاني جايب لي ايه؟ جايب لي الدايمنشنز بتاعته ايه؟ بص جايب لي الدايمنشنز بتاعته هنا، كاتب لي اكس ماينس 3 وهنا كام؟ وهنا 5. اكس ماينس 2 هنا 5. طيب هتجيب انت الاريا ازاي؟ اهو الاريا بتاعته، هتقوم عامل ال 5 تايمز الاكس ماينس 2. خد بالك لما انت بتعمل ال 5 جنب البراكت كده، يعني كانها معموله تايمز، يعني مش لازم تكتب علامه تايمز كده، مش لازم. فاهم يا احمد؟ ال 5 كل انها لازقه جنب البراكت كده على تايمز، فال 5 بتخش تايمز اكس وتايمز 2، يبقى 5 تايمز اكس 5 اكس، 5 تايمز 2 10، يعني بتخش تايمز الاثنين. طيب ده بالنسبه للاريا بتاع الريكتانجل الاولاني. طيب هنجيب الاريا اوف سكند، ده الاريا كده بتاع الفيرست ريكتانجل او جريت. بص الاريا بتاع الجريت ريكتانجل، طب الاريا بتاع السمول ريكتانجل اهو. بص بقى السمول ريكتانجل اللي هو رسمه لك جوه، قال لك ايه؟ قال لك 3 واكس بلس 1، اعمل لك كده. قال لك ده 3 وده اكس بلس 1، يبقى انت عامل كده اهو 3 وجنبها اكس بلس 1. بص هتدخل ال 3 تايمز ده، عايزك تديك تحل لك حلالي كده 3 تايمز اكس ب 3 اكس، 3 تايمز 1 ايكوال 3. في مشكلة كده يا احمد؟ نعم، المايك كان مقفول في مشكلة كده ولا تمام؟ صراحة. أيوه، انا جبت الاريا بتاع بتاع الريكتانجل الكبير، عملت ال 5 تايمز اكس ماينس 2. انا قلت لك ال 5 ملزوقه جنب البراكت كده على تايمز، مش لازم احط علامه تايمز. عايز تحط علامه تايمز مش غلط برضه، بتدخل ال 5 تايمز الاكس وال 5 تايمز 2. 5 تايمز اكس ايكوال 5 اكس، 5 تايمز نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 10. فيها مشكله؟ ايوه. طيب لا لا لا، طيب الاريا بتاع السمول سكوير او سمول ريكتانجل بتعمل ال 3 تايمز اكس بلس 1 اهي، ال 3 بتخش تايمز الاكس وتايمز ال 1. ركز عشان هتاخدها هتعملها، ادتني 3 اكس بلس 3. طيب في الاخر المفروض انا عايز اجيب الشيدد ريجون. الشيدد ريجون النوع ده هتعمل ايه يا بطل؟ هتعملهم الاثنين ماينس بعض. خد بالك بقى اهو، لو انا عايز اجيب الاريا اوف شيدد، المفروض تعمل ده ماينس ده، صح ولا لا؟ لما بتيجي تعمل ده ماينس ده، الاولاني بيتكتب زي ما هو، الثاني بيتكتب متغير. انا يعني بتعمل له ماينس، بتعمل له ماينس. في ناس كتير يقول لك ايه، بص ركز بقى، يقول لك ماينس 3 اكس بلس 3. غلط، الماينس بتغير السنس بتاع ده كله، يعني هيبقى ماينس 3 اكس ماينس 3. فاهم حاجه يا احمد؟ ايوه، يعني انا عايز اعمل ده ماينس ده، كتبت ده زي ما هو 5 اكس ماينس 10، عايز اعمله ماينس ده. لما اجي اعمل ماينس لده، الساينز كلها بتتغير، يعني ده بقى ماينس 3 اكس وده بقى ماينس 3. طيب نبتدي نعمل ايه بقى؟ بص 5 اكس
نجيبها مع 3 اكس لايك ذات. زي ما اتفقنا. ودول لايك عشان ما فيهمش اكسات نكتبهم هنا. انت بقى اللي هتقول لي دي هتديني ايه؟ 5 اكس ماينس 3 اكس هتديني ايه؟ هتديني ايه 5 اكس ماينس 3 اكس؟ ايه يا احمد صعبه؟ شويه 5 ماينس هي بس 3. لازم يعني هي بس لازم تركيز يعني. طيب 5 ماينس 3 هتدينا ايه؟ سي 5 ماينس 3 هتدينا كام؟ 5 ماينس 3 هتدينا 2. يبقى 2 اكس. طب تعرف تقول لي الانسر بتاع دول؟ نيجاتيف 10 ماينس 3 تدينا ايه؟ استنى ما تعملهاش بالكالكوليتر، اعملها لي بدماغك. هتعمل ايه؟ اللي احنا استنى استنى الاول هتعملهم بلس ولا ماينس؟ الساينز متشابهه يعني، اعملهم بلس ولا ماينس؟ بلس عشان متشابهين، بعدين نشيل بتاع. يبقى 10 بلس 3 يبقى 13، بس هتحط ساين منهم يبقى نيجاتيف 13، او الساين بتاعك الكبير يعني مش فارقه، هما الاثنين نفس السايت. يبقى اعملهم بلس واحط ايه؟ واحده من السايت بس. يبقى احنا كده طلعنا الاكسبريشن بتاع الاري. هدي كمان واحده عليها عشان تفهمها، وبعدين ايه؟ استنى هتبقى 2x minus 13 بس. خلاص بس هتفضل على كده، هو ده الاكسبريشن. اكسبريشن يعني حاجات فيها اكس ونمبرز وكده. اغير فيها واقول ايه؟ اغير النمبرز، اقول لك خلي ده كده ايه مثلا كده، اقول لك خلي لي ده 3x ماينس 5 وخلي لي ده هنا ايه 2 ماشي، واخلي لك هنا ده 4x بلس 1 واخلي لك ده هنا 3. ركز بقى. الاول هجيب الاريا اوف جريت سكوير، هجيبها ازاي؟ جريت ريكتانجل هجيبها ازاي؟ تعرف تقول لي؟ يا احمد ايوه هتجيب الاريا بتاع الجريت هتعمل مين تايمز مين؟ هنعمل الكبيره ماينس الصغيره. لا لسه، ده لسه هجيب، عايز اجيب الاريا بتاع الجريت الاول. الاريا بتاع الجريت هتجيبها ازاي؟ هنعمل ام براكت 3x ماينس 5 تايمز 2. صح، او ادي 2 تايمز 3x ماينس 5. ها قول لي الانسر هتبقى كام؟ هي اوف سمول هتبقى 3 تايمز 4x بلس 1. لا انا بتكلم على دي، خليك بس تخلص دي. بس ممكن تستاذني بس اروح الحمام. طب اتفضل كده ثانية بس. اريا دلوقتي هنعمل 3 تايمز 4x بلس 1. هتبقى 6x نيجاتيف 10. 6x ماينس 10 كويس، يعني 2 بتخش تايم 3x تايمز 5. ايوه. تعالى سمول ريكتانجل قول لي هنعمل فيه ايه؟ الإجابة هتبقى 12x plus 3. برافو عليك، أنت عملتها على طول أهو. اللي هي كده، مش عايز تعمل الستيب دي، ماشي مفيش مشكلة. 12x plus 3. ها، لما أجي أعملهم ماينس بقى، بص الشيدد بقى بعمل إيه؟ الشيدد اللي بره. عايز أعمل ده ماينس ده. نكتب الأولاني زي ما هو. أنت عايز هي كل حاجة سهلة، بس هي بس حتة الماينس بتبقى صعبة، بس أنا مش عارف أعملها. هتعمل دي الإجابة دي ماينس الإجابة دي. أيوه. طب الإجابة دي بتكتبها زي ما هي، لما تيجي تعمل ماينس دي هتدي لك إيه؟ ها؟ ماينس 12x ماينس 3. في ناس كتير يقول لك إيه؟ هكتب ماينس 12x بلس 3. لا، أنت لما بتعمل الأنسر دي ماينس بتغير الساينز بتاعتها كلها كلها. دي اللي بتلخبط معظم الناس، يقوم كاتب إيه؟ 6x ماينس 10 ماينس 12x بلس 3. غلط. الماينس بيغير كل الساينز. يبقى تبقى ماينس 12 اكس ماينس 3.
تمام يا بطل. طيب عايزين تمام. نعمل دول ماينس بعض، هنجيب بقى مين مع بعض؟ ها ال 6 اكس هجيبه جنب مين؟ يا احمد عايزين نعمل دول مع بعض، 6 اكس هجيبه جنب مين؟ مين 6 اللايك؟ اكس هتجيبه جنب 12 اكس. نيجاتيف 12 اكس. وابعد شويه واخد النيجاتيف 10 نيجاتيف 3 الساينز بتاعتك. ها 6 ماينس 12 دي هتديك كام؟ هتديني سنة. ما تستعجلش، سنة الاول هم مختلفين هي ولا متشابهين؟ لا مش شابين. لا مش متشابهين، ده بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقى هنعمل ماينس 12 ماينس 6 يديك كام؟ سكس. ايوه 6 يدينا 6، طالما مختلفين نعمل ماينس يبقى 6، بس ما انساش بحط الساين بتاع النمبر الكبير يعني اللي نيجاتيف 6 بكتب اكس. طب هنا دول متشابهين ولا مختلفين؟ لا احمد نعم دول متشابهين ولا مختلفين؟ متشابهين. يبقى نعمل بلس ولا ماينس؟ بلس 10 بلس 3 لا يعني نحط العلامة بتاعت الكبير ونعمل ماينس ل 10 اعمل ماينس بلس، 3. شو هم متشابهين؟ ايوه متشابهين، اعمل بلس 10 بلس 3 يبقى 13، بس تحط الساين بتاع الكبير او اي ساين منهم، هم الاثنين شكل بعض كبير زي الصغير، يبقى طلعت كده في الاخر سهله. سهلة. تعالى بقى على الفكره الثانيه اللي هي بتدينا ايه، ركز عشان اديك مسالتين تعملهم لي عليهم دلوقتي. الفكره الثانيه اللي هو بيديني بقى اريا انا عاملها بلس، اللي هي دي جايب لي كده وبيديني ايه، عامل اديشن انا اهو. هتبقى نفس القصه بس مفيش شيدد بقى، اقول التوتال اريا اهو، بص عاملها هنا جنبي كده، هو مديني ريكتانجل كده طويل كده، بص وهيقول لي ايه، قال لي هنا 12x وهنا ده 5، هتجيب لي انت الاريا بتاع ده الاول اهو، هتجيب لي الاريا اوف ريكتانجل، هتعمل مين تايمز مين يا احمد؟ نعم هتجيب الاريا ازاي؟ هنعمل multiply 5 times 12 هتبقى 6x. 6x 5 times 12x هكبر لك times 12 هتدي 60x. طيب هتجيب الاريا بتاع السكوير الصغير اللي هو رسمه جنبه ده، السكوير الصغير كاتب لك كده، عامل لك كده ده 4x. يعني هي نفس الحاجة بس نعملها بلس بدل ماينس. الله ينور عليك، بس هتقوم انت عامل ايه؟ هتقوم انت عامل ده area of square 16x squared. ايوه هتعمل 4x times 4x هيدي لك 16x squared، عشان هنا بنعمل بلس في الايه؟ في التايم. المفروض بقى التوتال اريا، التوتال اريا بتاع الاثنين المفروض اعمل تطلع ده بلس ده، طب انا لو عملت ده بلس ده مفيش اي تغيير للساينس، بس يفضل انك تكتب الكبير بلس هتبقى شويه، 76 اكس اكس كيوب بس 16 اكس بار 2 بلس، 76 اكس كيوب. خد بالك انا ممكن اكتب ده بلس ده او ده بلس ده في بلس عادي، بس طب انا الاجابه كتبت 76 اكس كيوب. انا كتبت ده عشان الاكس سكوير دي الاول. طيب ما تجيش بقى تقول لي نجمع دول، ما ينفعش، ما ينفعش تقول لي 60 و16 16 و60 يدوني 76، غلط، لان ده اكس بار 2 ده اكس، تفضل كده هتفضل كده المساله، فاهمني؟ بس تفضل على كده، ممكن يوم جاي اعملها لي بطريقه ثانيه اهي.
ممكن يوم حاطط لي ده اكسات اهو. بص ده اكسات برضه كده. اه ممكن يوم عامل لك هنا على ده مثلا 5x ماينس 2، بحط لك على ده 3x، يقوم حاطط لك على ده بص مثلا 2x، وده يقول لك عليه 2x اهو. بسيط، همسك انا اجيب الاريا بتاع الريكتانجل. ها الريكتانجل هعمل ايه؟ هعمل ده تايمز ده، دايما بص اللي هو لوحده ده خليه كده تايمز 5x ماينس 2. هحسبها ازاي؟ هنحسبها ازاي احنا؟ هنحسبها ثانية هحسب اريا ايه؟ هتبقى 4x squared 3 اكس هتخش تايمز ده وتايمز ده، يبقى تدينا ايه؟ 4x squared 4 تايمز، عايز اعمل ده تايمز ده انا في دينا. هتطلع 15x squared 15 اكس سكويرد بس وخلاص. لا 15x squared minus 6 اكس 6x 6 اكس، ما 3 تايمز 2 6 وانزل اكس negative 6x نيجاتيف 6 اكس. طيب تعالى هنعمل ده تايمز ده اهو 2 اكس، عايز اعملها تايمز 2 اكس هيدينا ايه؟ يا احمد ايوه ها هتعمل 2 اكس تايمز 2 اكس تدينا ايه؟ عشان هنحطها تحت بعض هتبقى استنى ممكن ثانية 2x times 2x صعبة؟ أول واحدة هتطلع 30x cubed تاني واحدة هتطلع negative 6x استناني squared انا بتكلم على حاجة دلوقتي، انا عايز اعمل 2x times 2x تدينا ايه؟ ما تسرحش يا، اعمل 2 times 2 4. استنى ما انا حليت دي لا لا 4 خليك بس معايا هنحلها ده، انا اديك بعد تعمل 2 4 تايمز اكس سكويرد 4 انت عشان مركز في اللي عندك في سرعه، واكس 4 تايمز اكس سكويرد صح كده. المفروض ان انا اعمل ده بلس ده، بص بقى اهو كتبت الاولى ركز بلس الثانيه، ركز عشان الحته اللي جايه مهمه، لما اجي اعملهم بلس ويبقوا مع بعضهم كده لازم اجيب اللايك تيرمز جنب بعض. يعني ايه؟ يعني اجيب 15 اكس سكوير مع 4 اكس سكوير جنب بعض، وده ما فيهوش اكس سكوير تخليه لوحده ورا صح؟ ايوه طيب 15 بلس 4 هيدي لك كام؟ يا احمد ايوه ها 15 بلس 4 هيدينا كام؟ 19 اكس كيوبد 19 اكس 4 بس كده، وده ما فيش حد شكل ينزل، بدل ما اكتبه تحت هنا كده بعيد هاته جنب زميله هنا بقى كده. طب ينفع اعمل دول مع بعض 19 ماينس 6 يبقى 13؟ يا احمد ايوه ينفع اعمل دول ماينس بعض 19 ماينس 6 يبقى 13 ولا ما ينفعش؟ لا ينفع عشان ده اكبر من ده لا ما ينفعش، عارف ليه؟ ليه تعرف تقول لي ليه ما ينفعش اعمل دي ماينس دي؟ لانك ماشي لا هتقول 13، طب 13 ايه بقى؟ اكس سكوير ولا اكس؟ اكس كيوب لا ما ينفعش ما ينفعش، لازم يكونوا لايك تيرمز عشان نعملهم ماينس او بلس، يعني لازم ده يكون اكس سكوير. هتبقى بلس خد بالك لازم ده يكون اكس سكوير عشان اقدر اقول 19 ماينس 6 13 اكس سكوير لازم، لكن طالما ده اكس سكوير وده اكس بس ما ينفعش.
ايوه يعني وقفت على كده. هي دي الانسر، هي دي الانسر. انت طب معلش معايا؟ استاذ بس ممكن ثانية من وقتك، بس ثانية نعم؟ ممكن بس ثانية ثانية بس وهرجع. طب اتفضل. بص الفكره دي عشان ده لو انا جيت اجيب الاريا بتاع السكوير مفيش فيها مشكله. بص الاريا اوف سكوير هتبقى سهله، هعمل 5x multiply 5x هتطلع 25x بار 2. بس خد بالك بقى لما نيجي نجيب الاريا بتاع الريكتانجل، اريا اوف ريكتانجل، خد بالك عشان دي فكره جديده، مش الريكتانجل المفروض اعمل اللينث تايمز ويدث، اللينث اللي هو 2 اكس ماينس 3 اللي هو ده المفروض نعمله تايمز ده. طب ده مش عندك، تقدر تقول لي ده يبقى كام؟ ده كده الحته دي طولها كام؟ الحتة دي تبقى تبقى جدع على استنى عرفتها. 2x. صح، برافو عليك. الحته دي كلها 5x، اكسلنت بجد اكسلنت. لحد هنا دي 3x، يبقى اكيد الحته الصغننه دي 2x، عشان يبقى 3x و2x يدينا ال 5x كلها، خليها جوه الاعتبارات بس خلاص. يبقى انا كانت مشكلتي في ايه؟ ان انا عايز اجيب ده، يبقى هعمل 2x تايمز 2x ماينس 3. طب اما اجي اعملها هتديني 4x باور 2 ماينس 2 تايم 3 هتدينا 6x. انت بقى عايز تجيب التوتال، توتال اريا هتعمل ايه؟ المفروض تعملهم بلس بعض، يعني المفروض اعمل ده بلس ده 25x سكوير بلس 4x سكوير ماينس 6x. اصلا اللايك تيرمز جايين جنب بعض اهو، حظي ان هم جايين جنب بعض، يبقى هيدي لك 29 اكس سكوير، دول اللي هيتجمعوا بس مع بعض عشان هم لايك، خد بالك، وده يفضل لوحده نيجاتيف 6 اكس اهو، ما ينفعش يتجمع معاه. سهله ولا صعبه؟ لا سهلة والله. سهله، حاجات سهله. طيب ماشي، ممكن يقوم عامل لي مثلا كده الاربع في الارقام، خد بالك هغلط في الارقام، ودي كده قاعده تعمل ايه؟